السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضر عدد كبير جدا من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في جنازة وديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف. وكان الفنان جورج وسوف في حالة صعبة جدا، وكان بيبكي على فراق ابنه في الجنازة لدرجة انه فقد الوعي. ربنا يصبر قلبه ويلهمه الصبر والسلوان. بجد موقف صعب جدا بيعيشه الفنان جورج وسوف، اليوم بيمر بحالة ضعف وحسرة قلب. ربنا يصبره ويصبر عيلته كلها على فراق وديع. والجدير بالذكر ان وديع توفى عن عمر يناهز 37 سنة بعد الصراع مع المرض. والغريب في الموضوع ان وديع ما كانش بيعاني من اي مرض، كان بيعاني فقط من زيادة في الوزن، ودخل يعمل عملية تكميم معدة، لكن للأسف جاله نزيف في المعدة واحتاج لنقل دم، وفعلا اتنقله دم لكن الحالة ما استجابتش للعلاج، ودخل في غيبوبة تامة لحد ما اعلن وفاته امبارح. ادعوا له يا جماعة بالرحمة.